بعد نقطة ثمينة أمام الإفريقي، استهل مستقبل الرجيش مبارياته على ميدانه بدربي ساحلي مع الجار الاتحاد المنستيري اللي بدوره دا مشواره بانتصار أول على هلال الشاب. فرحة تعكرت شوية مع خبر إصابة لاعبه ماهر بالصغير اللي تقريبا وفى موسمه على بكر. المباراة بدأ ضيوفه بقوة، ومن الدقيقة الأولى كان يوسف العبد اللي قريب برشا من افتتاح النتيجة لولا إيقاف حارس الرجيش لأسعد الهمامي. بعد ربع ساعة من الضغط المستيري بدأ مستقبل الرجيش يدخل في المباراة، لكن من غير ما يهدد بصفة جدية مرمى البشير بن سي، حتى تسديدة نضال بن سالم مرت فوق المرمى بشيوف الشوط الأول على تعادل سلبي. في النصف الثاني من المباراة كرر نفس السيناريو، وزملاء إدريس المحيرسي يدخلوا بسرعة في الجديات، وخطأ كبير من دفاع الرجيش ما عرفش يستغلوا يوسف العبدلي. الدقيقة 58 تأتي بجديد المساتري، وهجمة سريعة توفى بتوزيع من العبدلي، حمزة جلاسي برأسية في برشا صنع يفتتح نتيجة ويأكد واقعية اليوسمو. بعد الهدف هبط الرجيش بكل ثقله في محاولة لتعديل الكفة، وينستون كوامي كان قريب من التهديف لولا جاهزية بن سعيد. أصحاب الأرض حاولوا بكل ما عندهم باش يقتلعوا نقطة التعادل، لكن نقص الفعلية والحلول الهجومية كان واضح، الشيء اللي خلى الاتحاد المنستيري يعود للرباط بثلاثة نقاط ثمينة بفضل الواقعية والخبرة، ويكبد أول هزيمة للرجيش في أول مباراة على أرضه. الحمد لله المقابلة اللي انتصرنا فيها مع الشاب مع الرجيش، مع تنافس الفريق مع صعب المراس. نذكر الرجيش السنة الفارطة في الاتحاد المنستيري ذهاب وإياب، تقولش عقدة ما نوع ما أنت فكانت فما نوع ما من التخوف من الماتش هذا. أهم شيء ركزنا معناتها باش الدفاع يكون صلب، لأن ديما تلعب خارج ميدانك أهم شيء ما تقبلش هدف. تقعد النقطة بالنسبة لي أنا السلبية هي الكرة الثابتة اللي ما استغليناهمش، لكن على مستوى حجم اللعب وعلى مستوى المباراة ككل قدمنا مباراة معناتها مقبولة، مباراة محترمة. النتيجة ما تبعتش، يمكن ربما كنا الحقيقة الهزيمة كانت قاسية، كنا على الأقل نسحقوا نقطة.